اهلا وسهلا مع فيديو جديد من فيديوهات عيد الفطر 2023 في قطر. واحنا دلوقتي في رابع يوم العيد وغين ورجو الاكتيفيتي اللي بتحصل في مول في قطر. الاكتيفيتي كتير بالنسبه للعائلات ومن ضمنهم الاطفال، والاطفال كتير بيتبسطوا مع اول تجربه من تجارب الفعاليات بتاعت قطر عيد الفطر 2023 رابع يوم. اول فعاليه من فعاليات الاطفال وهي شايفين كده عاملين اريا علشان تعليم الاطفال، من ضمنها بينتينج ومن ضمنها الاطفال ترسم والاطفال يعلموهم برضو الزراعه والحاجات دي، ودي اكتيفيتي كلها تفاعليه للاطفال.